يقول ابن الجوزي رحمه الله: رأيت سبب الهموم والغموم الإعراض عن الله عز وجل والإقبال على الدنيا، وكلما فات منها شيء وقع الغم لفواته. هذا هو الهم، هذا هو الغم. لا يأتي الهم من كلام ابن الجوزي إلا إذا أعرض الإنسان عن الله جل في علاه وأقبل بقلبه على الدنيا. وقد قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضنك في أسفل سافلين. فهو له معيشة كما قال الله جل في علاه، له معيشة، هو عايش، ولكنه يعيش في الضنك، ويكون دنياه كلها ضنك، ونحشره يوم القيامة أعمى. لماذا؟ لأنه أعرض عن الذكر، عن الديانة، عن الإقبال على الله عز وجل، أعرض عن السلام،